صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الثلاثاء 8 أيلول. تحسينات بسوق صيدا بظل غياب دور الدولة، ختام مهرجان أرطبة ومعرض للمخرج سيرج أوريان، بالإضافة إلى أمسية شعرية تكريمية للعميد الشاعر مجدي الحجار. أما ضيفتنا لليوم فهي غادة خنيزر، عضو بجمعية كروستوك، لنحكي أكثر عن الكريستيان كلوب يلي عم بيتم تنظيمه. ولكن البداية مثل كل صباح بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية والأستاذ وسام عبد الله معنا على الخط ليعطينا تفاصيل عن طقس اليوم يلي هو ما بعرف صحراوي من عدم رؤية سوء رؤية ما بعرف شو بدنا نوصف هيدا الطقس. استاذ وسام صباح الخير. أهلا صباح النور، كيفك؟ ماشي الحال. هي عاصفة صحراوية اللي عم نشهدها صح أو رملية شو من هلا مبدئيا التوصيف اللي وصفتيه كلهم بينطبق عليهم هذا التوصيف. فالخيار لإلك بترك لك إياه بالنسبة للتوصيف لأنه أي واحد بتنقيه هو خيار مظبوط. هلا بالنسبة للطقس عم بيكون مظبوط طقس مغبر ورطب بالأخص على طبقات الواطية من الغلاف الجوي، عشان هيك أكتر شيء عم نشوف الهواء ناشف لأنه الكتلة الهوائية الحارة اللي عم بيكون مصدرها العراق بفترة الظهر عم بتكون حامية كتير. بيعمل شيء اسمه كونفكشن اللي هو السخن اللي بيطلع طلوع وعم بيجيب الغبرة معه وعم بيلف عم بيجي على البقاع وفينا نقول إذا بدنا كمان البقاع الشمالي لفوق يعني صبع عكار هول المناطق. هلا عم بحكي انا بالظهر بالفتره اللي بيكون في عنا حماوي. هلا لما تيجي الفتره الليليه هالطبقات عم تبقى مسيطره لانه ما في شيء عم بيشيلها، الحراره مستقره والهواء عم بيبقى خفيف، ما في شيء عم بيتفش عن هذه المناطق. فعشان هيك عم تستمر لفترات بهذه المناطق اللي انا اشرت لها. يعني عم نشهده بمناطقنا شو هو؟ يعني تنقول بالساحل والجنوب اللي عم نشهده بمناطقنا انه في عنا منطقه من الضغط الجو المنخفض عم تكون مسيطره فوق العراق، عم بتكب علينا هواء سخن بيترافق مع غبار وعم بيكون في عنا رطوبة على الطبقات الواطية من الغلاف الجوي عم بيأدي لهول الطبقات اللي عم نشوفهم من الهيز يعني اوكي مثل الغبو من الغبار اوكي نعم. وهذا الشيء يبدو انه مستمر لليوم لانه التغييرات بالمرجع الاساسي مصدر الاساسي لهذه الكتلة الهوائية ما عم بيصير في عليها تغيير اليوم، يعني هي بالعراق بعض الكتلة الهوائية عم بتكون حارة، منخفض الجوي بعده عم بيكون موجود، على امل ما بين انه بكره يزيح شوي اكثر صوب يروح اكثر شرقي او صحيح شرقي ممكن ساعتها انه نحس بشوي بهالغبار خف طبقات اللي حتكون مسيطرة، بس هذا الشيء ليبين اكثر من خلال الخرائط اللي بتعطيها المسا المعلومات او بكره الصباح. درجات الحراره ونسبه الرطوبه لليوم استاذ وسام لنختم. درجات الحراره عنا اياها اليوم على الساحل من 24 ل 32، بجبل من 19 ل 29، بالبقاع من 20 ل 36، والرطوبه من 60 ل 85%، الهواء عم بيكون شمالي غربي، وسرعته من 10 ل 30 كيلومتر بالساحه، البحر معتدل، حراره المي 30 درجه، يعني بعده كمان البحر بشدنا على عملنا شيء مشوار يعني درجات حراره حلوه بس نعم للاسف هالشمس حتبقى دائما الرؤيه مش منيحه. نحن بنتشكرك على كل هالتفاصيل استاذ وسام وبنتمنى لك نهار حلو. اهلا وسهلا فيك. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات لك للمشاهدين، يعني لا التأس ولا أي أمور تانية بتخلينا نبعد عن السياسة اللي فارضة حالها على الساحة اللبنانية والعربية. أبرز العناوين اللي كتبتهم الصحف لليوم: اليوم الثلاثاء 8 ايلول 2015 وبنبدا مثل العاده مع عناوين صحيفه النهار: الطبعه الثالثه للحوار، حصار الداخل والخارج، تعبئه واسعه للاعتصامات في وسط بيروت، هل ربطت خطه النفايات بشروط اليه الحكومه وترقيه عدد من العمداء، زياره اولاند فاجات المسؤولين والموعد المحتمل مطلع تشرين الاول. ضمن اسرار الالهه قال مرشح رئاسي ان بيان الاجتماع الامريكي السعودي عن الاستحقاق الرئاسي لا يحرك شيئا. امتنع وزير البيئة عن تلبية نصيحة حزب فاعل في 14 أذار بوضع استقالته في تصرف رئيس الحكومة تنفيسا للاحتقان. قال رئيس جمهورية سابق إن الشارع لا يعبر دائما عن الحقيقة إنما صناديق الاقتراع. لم تستجب محطات تلفزيون طلب وزير الإعلام رمزي جريج وقال مسؤولون فيها له إنهم جزء من التحرك المدني. رأى مرجع سياسي بارز أن معظم القرارات لما يجري في لبنان راهنا يتجاهل أو يغفل عن ملامح تحولات بدأت تظهر في المنطقة. وطبعا
بختم عناوين صحيفة النهار ضمن أدب فكر وفن منصور الهبر، الفضاء التشكيلي يتكامل بجزئياته. ننتقل إلى عناوين صحيفة السفير، أولاند يزور لبنان، الأولوية للاجئين لا للرئاسة، فرنسا تتحول، استطلاع يمهد لمهاجمة داعش جوا على أرض سوريا. 70% مع الحوار، 86% من اللبنانيين مع الحراك. مصر اعتقال وزير الزراعة بأمر من السيسي. حوار الطرشان محاصر من الداخل والخارج. هكذا مر شادي المولوي على حاجز الأولي. تجارة تهريب البشر. المضربون عن الطعام، المعنويات عالية. نقابات تدعم الحراك المدني ولا تشاركه تحركات الشارع. وبختم السفير بعنوان أخير، إسرائيل قلقة من تسليح روسيا لسوريا وإيران. ومن السفير إلى عناوين صحيفة الحياة، أوروبا تنحني أمام اللاجئين، تحديد نسب توزيعهم داخل الاتحاد. مجلس الوزراء السعودي ينوه بالشراكة الاستراتيجية مع أمريكا. الفصائل العراقية القريبة من إيران تهاجم قانون الحرس الوطني وتحذر السفير الأمريكي، داعش يستخدم الكرسي الكهربائي في إعدام أعدائه الخونة. أنباء عن مغادرة السفير الإيراني في صنعاء، 1000 جندي قطري للمساهمة في حسم معركة مأرب، 10,000 جندي من التحالف في اليمن. توقيف وزير الزراعة المصري بعد إقالته بسبب قضية فساد. ودائما في عناوين الحياة، موسكو تتمسك بالأسد وتواصل دعمه عسكريا، داعش يسيطر على آخر حقول نفط النظام، وواشنطن تراجع برنامج تدريب المعتدلين. نائب كويتي يسأل الخارجية عن علاقة السفير الإيراني بخلية العبدلي. فشل عملية تركية لاعتقال قائد الجناح العسكري للحزب في جمال العراق. أنقرة تتعهد القضاء على الكردستاني بعد هجوم موجع. ومننتقل من الحياة إلى عناوين المستقبل. المستقبل، الرئاسة أولويتنا ونقطة على السطر. سلام يحدد اليوم مصير جلسة النفايات ويغادر إلى نيويورك في 24 أيلول. وبالصورة الرئيسية، عكار كما بدت أمس تحت تأثير العاصفة الرملية. صورة رئيسية نشرتها صحيفة المستقبل بعنوان تحت حصار الغبار. السويداء تشيع البلعوث وتنادي بإسقاط النظام. جملات المستقبل لا أمانع إدارة ذاتية. ميركل تخصص 6 مليارات يورو للاجئين. الدب الروسي هل ينزلق إلى المغطس السوري؟ الكتل تفتح باب الحوار قبل الطاولة. أسواق صيدا تقاوم الركود وعينها على أسبوع الأضحى. لبنان للفوز في مواجهته الصعبة أمام كوريا الجنوبية. وأيضا في المستقبل وبالأخبار الرياضية، الخطيب يرفض العودة عن اعتزاله الدولي. منتابع وضمن عناوين صحيفة المستقبل، واشنطن تطلب من أثينا منع الطائرات الروسية من العبور إلى سوريا. وصول قوات قطرية استعدادا لتحرير صنعاء. وبختم المستقبل بقلم خير الله خير الله ومقال بعنوان كي لا يضيع لبنان ويصبح تفصيلا سوريا. من المستقبل إلى عناوين الأنوار، خطر المواجهة في ساحة النجمة بين حماسة المتحاورين وتهديدات المتظاهرين. أما عن أخبار التأس، من العناوين الرئيسية أيضا في الأنوار، العاصفة الرملية تصيب مئات اللبنانيين بحالات اختناق. أولاند يزور بيروت بنهاية أيلول بعد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان. طائرات بريطانية تقتل بريطانيين مع داعش بسوريا. ضمن المحلل السياسي ومقالته لليوم، مواجهة ساحة النجمة وبدء التضييق على بري. اعتقال وزير الزراعة المصري ومسؤولين بقضايا فساد. ألمانيا تخصص المليارات لمساعدة المهاجرين وحشود في السويداء تتظاهر تأييدا لهم. بالأخبار الاقتصادية، قطاع نفط بحر الشمال يستغني عن 5500 وظيفة. وبختم ضمن مقالة رفيق خوري وعنوانها اليوم رهان أوباما الصعب بناء التوازن الإقليمي. جولتنا بتتابع ونوصل إلى عناوين صحيفة اللواء، ظلال سلبية على الحوار ولا جلسات بلا رئاسة. شهيب يحاول عبثا إقناع الوزراء بعقد جلسة لإطلاق مرحلتي معالجة النفايات. تكثيف الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، الرياض تشيد بالعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن. أمر بطلعات استطلاعية فوق سوريا لرصد داعش، أولاند يزور لبنان لدعمه ولتفقد النازحين السوريين. وبقلم العميد الركن خالد حميدة مقال اليوم في اللواء بعنوان سوريا 1925 سوريا 2015.
خطة أوروبية لتقاسم اللاجئين، وديمستورا يخشى تدفق مليون سوري. موسكو لن تغير موقفها من الأسد، وواشنطن تسعى لعرقلة تدخلها. وختاما أو لا مش ختاما، بعد في عنوانين. إذا رئيس المخابرات السورية برفقة قيادي من المخابرات الروسية في زيارة إلى مسقط سرا. وبالعنوان الأخير، الأحمد للواء، الساعات 48 المقبلة حاسمة بعقد أو تأجيل جلسة المجلس الوطني الفلسطيني. من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد يلي بتنشر اليوم بصفحتها الرئيسية صورة كمان من أجواء العاصفة. عاصفة رملية تضرب لبنان حاملة معها حرارة مرتفعة ورياحا ساخنة تسببت يوم أمس بعشرات حالات الاختناف في مناطق متفرقة. إذا صورة رئيسية لثلاث أطفال ضمن العاصفة. أما في العنوان الرئيسي، حوار البرلمان لا يهز الانقسام والحكومة تقر خطة النفايات اليوم. أولاند إلى بيروت، زمن تجربة الدوحة ولا؟ أرشيف الحوار اللبناني، جلسات مقررات وخيبات. بريطانيا تضرب في سوريا وفرنسا تستطلع. وختاما، لقاء مصيري للبنان مع كوريا الجنوبية. نوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية بترجمة العناوين صحيفة The Daily Star لليوم، وبالعنوان الرئيسي، البرلمان يتحضر للمحادثات لكن الفرص ضئيلة. قادة الكتل يعبرون عن مخاوفهم وقد يناقشون تغييرا في جدول الأعمال. مقتل 16 جندي تركي في هجوم لحزب العمال الكردستاني. وبعنوان أخير، قطر تنشر 1000 عنصر من القوات البرية في اليمن. من الديلي ستار إلى لوريون لوجور، أولاند يعلي الصوت لضربات ضد الدولة الإسلامية في سوريا. جعجع يناقش في قطر ملف العسكريين المخطوفين. هل تفتح الاحتجاجات الطريق إلى حل وسط؟ في مواجهة تدفق اللاجئين، بدأ الاتحاد الأوروبي أخيرا بالتحرك. وختاما، الغبار بعد النفايات. بعناوين صحيفة الشرق، الاعتصام يحاصر الحوار غدا واليوم ملف الكهرباء. أولاند في لبنان أواخر أيلول، والهم رئيس الرئيس أمير قطر لجعجع، نستكمل الجهود والإمكانات لحل قضية العسكريين وكساب. ضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكي، ما هو البديل عن الحوار؟ إبراهيم، توقيف الأسير حمى لبنان من خلاياه. ميركل، اللاجئون سيغيرون وجه ألمانيا. بالأخبار الرياضية، لبنان ضد كوريا اليوم في صيدا. وختاما، عاصفة الرمال الحمراء. أما الصورة الرئيسية نشرتها صحيفة الشرق تبع طبعا للعنوان الرئيسي لأمير قطر يلي مستقبلا رئيس حزب القوات اللبناني دكتور سمير جعجع وعقيلته السيدة ست ريدا جعجع بالقصر الرئاسي بقطر. من الشرق إلى الشرق الأوسط، حشود عربية في اليمن تسبق معركة تحرير صنعاء. هادي يرفض طلبا حوثيا بعودة حكومته إلى العاصمة 60 يوما. الفساد يجر وزير الزراعة المصري من الكرسي إلى الحبس. السلطات ألقت القبض على هلال بعد دقائق من استقالته. كاميرون يعلن مقتل متطرفين بريطانيين في غارة. باريس ولندن تدخلان على خط استهداف داعش في سوريا. ومن الشرق الأوسط مننتقل إلى صحيفة الجمهورية، ومعها ممكن عم نختم جولتنا على العناوين السياسية بعنوانها الرئيسي اليوم، صفقة سياسية على حساب الجيش مع علامة استفهام. وفي عناوين أخرى، 9 أيلول حوار على وقع الشارع المنتفض. قوارير غاز سورية تغزو الأسواق وتزيد منسوب المخاطر. حذر أمريكي من الاستعدادات الروسية في سوريا. ورياضيا، منتخب الأرز يحلم بكتابة التاريخ مجددا أمام كوريا الجنوبية. أما بالصورة الرئيسية، طاولة الحوار بمجلس النواب عم تنطر المتحاورين، والصورة بعنوان سباق بين الحوار والحراك. وهيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على العناوين السياسية بالصحف. أول فاصل إعلاني، من بعده منتابع مع أخبار ثقافية وفنية مع بيارات. خليكن معنا. جولتنا الثقافية والفنية لليوم نحن نبلشه مع تظاهرة سينمائية بتستقبلها سينما متروبوليس سوفيل بالأشرفية، وهي الدورة الثانية من الجيرمن فيلم ويك. هالدورة بتنطلق ب 17 شهر وبتستمر لغاية 27 أيلول، وتباعا بنكون مع عروض الأفلام.
بيت الفن بطرابلس أمسية مع الفنان سامي يوسف نهار الأربعاء 23 الشهر بمعرض رشيد كرامي الدولي بتمام الساعة 9 المساء. الدورة الرابعة من مشكال ملتقى الشباب في مسرح المدينة بتنطلق بكرة وبتستمر فعالياتها لغاية 13 شهر، مجموعة من العروض الفنية، المحترفات، رقص، تمثيل وغيرهم، بالإضافة إلى عروض أفلام وأمسيات غنائية كلها رح يتضمنها المهرجان لهالسنة. الافتتاح بكرة مع فرقة الجيش اللبناني، الفنانة جاهدة وهبي والفنانة ألين لحود. أما العنوان العريض لهالسنة فهو من شباب الوطن إلى جيش الوطن. من مهرجان مشكال مننتقل إلى البترون ومهرجان ويكر بارك يلي رح يعطينا موعد هالسنة ب 13 أيلول بداو جاردن بالبترون. فعاليات ويكر بارك لهالسنة بتنطلق على الساعة 4:30 بعد الظهر وبتستمر إلى ما بعد منتصف الليل. فرق موسيقية كتيرة رح بتشارك مثل أوف جانج، ألف، بوست كاردز، أبي، لاميرزا وريس بيك، وبالإضافة كمان إلى معرض خاص لمجموعة من الفنانين، وكمان منظمات غير حكومية رح بتكون موجودة هالسنة بويكر بارك لتعطي فكرة أكثر عن الحفاظ على البيئة، الطاقة المستدامة وغيرهم. أشكال ألوان بالحمرة بيستقبل بعد بكرة عرض لفيلم سيتيزن فور من إخراج لورا بواتراس. هالفيلم الوثائقي اللي نال جائزة أفضل وثائقي لسنة 2015 رح ينعرض لأول مرة فإذا ببيروت، وهو بيعرض رحلة عميل CIA والNSA السابق أدوارد سنودن. العرض بينطلق على الساعة 7 المساء ويلي العرض حلقة نقاش. Sorry, I don't know anything about you. Sorry, I don't know who you name. Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. أسوسياسيون ليكوت بتقدم أمسية دينية مع المؤلف الموسيقي جابرييل ساسي، وبيشاركوا 40 موسيقي ومغني، وذلك على مدى ليلتين ب 26 و27 الشهر بكازينو لبنان. سامحني يا حبي الوحيد، سامحني إن كنت أهدي، سامحني إن كررت رجائي اللامتناهي، سامحني ربي واشفني. صيدا رح تحتفل على طريقتها بعيد الأضحى، وبمناسبة العيد المبارك الانستيتوي فرانسي دو صيدا بالإضافة إلى مدرسة المقاصد رح بينظموا أمسية غنائية مع عنوان أعياد صيدا بمشاركة مين وطنجرة ضغط. مستشرقة والعالم مستغرقة كيف تحمل حالة وتهرب. الموعد ب 26 الشهر بخان الفرنج، وهالأمسية الموسيقية بتبلش ابتداء من الساعة 8 المساء. جولتنا الثقافية لليوم وصلت لختامها، رح ننتقل هلا لعند جوال لناخذ فكرة أكثر عن حركة السير. عن حركة السير وكيف عم بتكون حال الطرقات من خلال الكاميرات يلي موجودة على بعض الشوارع، وجسر سليم سليم عم بيشهد على ضغط سير بالاتجاهين. ننتقل إلى من جسر سليم سليم إلى مثلث خلدي يلي كمان عم بيشهد على حركة سير
بكافة المحاور. مؤهل جهاد أبو زكي من غرفة التحكم للمرور ببيروت بيعطينا تفاصيل أكثر عن حركة ساد. يوم مرحبا. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. يعطيك العافية، تفضل. الله يعافيك. أول شيء بدي أبدأ بالعاصفة اللي عم عاصفة الغبار اللي عم تضرب لبنان. نعم. عم بتسبب بسوق الرؤية. من نطلب من السائقين مضاعفة اليقظة أثناء القيادة. في شي مناطق معينة أكثر من مناطق تانية؟ نعم. في مناطق معينة أكثر من مناطق تانية؟ نعم، عم تضرب البقاع أكثر شي البقاع من بيروت وجبل لبنان. نعم. بدي نقول إنه إضاءة أنوار التنبيه اللي هي إشارات ومضاعفة اليقظة أثناء القيادة. نعم. تفاديا يعني من حوادث التصادم والانزلاق. نعم. هذا فيما خاص العاصفة. نعم. أما فيما خاص حركة السير لليوم، حركة كثيفة على مداخل بيروت مع عجقة. المدخل الشمالي عم بيشهد حركة كثيفة مع توقف للسير عم بيتراوح ما بين النقاش وصولا لنهر الموت. نعم. المسلك المعاكس حركة طبيعية باتجاه جوني، من بيروت باتجاه جوني الحركة طبيعية. أيضا المدخل الجنوبي من الناعمة خلدي الأنفاق وصولا للمطار، والأزاعي باتجاه جناح. نعم. ضمن شوارع بيروت عنا المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، نفق سليم إسلام عم بيشهد ازدحام بهيدا الأثناء. هذا كل شيء بالنسبة للحركة الصباحية للسير. بالنسبة للحوادث، إحصاءات حوادث السير لفترة 24 ساعة المنصرمة واللي نتج عنا أضرار جسدية، مجموعة 6 حوادث نتج عنهم 7 جرحى. جبل لبنان حادث جريح، شمال 3 حوادث 3 جرحى، البقاع حادث جريح، جنوب حادث جريحين. عظيم. أسباب بتعود للسرعة الزايدة ومصدر الهاب. أوكي، شكرا. شكرا لك المؤهل جهاد أبو زكي، يعطيك العافية. كمان بنتمنى عن جد من يلي عم بيسوقوا يسوقوا كتير عم أهلهم، لأنه الرؤية ببعض مناطق معدومة. بريك ونرجع. صباح الخير. كل الأنظار إلى أربعة الحوار، ولأول مرة بتاريخ الحوارات اللبنانية حول جنس الملائكة بيكون الحوار فوق الطاولة والصراخ بالشارع. حراك الشارع على تنوع انتماءاته وتعدد شعاراته عم بيخطط لرفع الصوت، أما أطراف الحوار فعم بيفتشوا على قاعة عازلة للصوت وحاجب للنظر. من معراب الحوار مضيعة للوقت، ومن قريتم تنفيس الاحتقان، أما البرتقالي فأجر بالشارع وأجر تحت الطاولة، وكل فريق على ليله يغني، لينطبق قول أينشتاين: من الجنون القيام بنفس التجربة مرارا وتكرارا وانتظار نتائج مختلفة. بغياب دور الدولة وإدارتها عن تأمين حاجات المواطن، تحولت الأنظار إلى المبادرة الفردية. وإذا كانت السلطة المركزية استقلت من دورها لتترك زمام الأمور إلى السلطات المحلية، فبلدية صيدا وبالتعاون مع جمعية تجار صيدا وبدعم من النائب بهية الحريري أخذت على عتقها تحسين البنى التحتية ورصف الشوارع. مشروع نفض عن عاصمة الجنوب سنوات من الحرمان. تقرير من زميلتنا رولا أمين الدين، من تابعه سوا. بس نذكر يصير الواحد يمشي بحريته، فاشطوط زمور وسياره وشو بعرف شو، بدها تقطع الشارع وبدها كذا. تنظيم مرتب، وصيدا بعدين بتستاهل تكون احسن من هاي كمان. بنى تحتيه جديده يمكن بتخدم ل 500 سنه لقدام. كثير حلو، في احلى منه واحد يحسن، مش احسن من يلي بيخرب. ورشة عمل، حفريات، جرافات وعمال ملأوا سوق المدينة، شوارع أنجزت
وأخرى قيد الإنجاز. اختلف المشهد بسوق صيدا ورح يختلف أكثر بعد أشهر معدودة، فضمن سلسلة من الإنجازات المقرر تنفيذها بعاصمة الجنوب يأتي سوق صيدا اللي شهد منذ سنة ونصف أعمال إعادة تأهيل وتحسين. تخطيط دخل حيز التنفيذ بمبادرة من بلدية صيدا والنائب بهية الحريري وجمعية تجار المدينة. رح نحط بنشز، رح نحط ستريت لايتنج اللي هن عواميد الإنارة، ورح نحط بولاردات اللي هن بيمنعوا السيارات توقف على باب المحلات، ورح نحط شجر بقلب السوق، بنية تحتية جديدة، كل المناطق عم تتبلط، كل شيء يعني عم يتزبط، يعني تحسين المحلات بتصير زي مول كبير للبلد. حاجة كانت متروكة صار لها 50 سنة ما حدا دق فيها حجر. بأيام الشتاء شو بيغرقوا بالماء، بدي لحتى تصير فيها تصريف. هلا لا صارت يعني بتروح دغري على البحر، مجارير مرتبة، شبكة كهربائية. صار المدام تمشي أولادها بكل رياحة، والرجال كمان بينزلوا بيتفرجوا على صيدا، شو صار بصيدا، يحسبونا بالعن آخر الشيء على صيدا. كسوق صار كتير مرتب، يعني احلى من بيروت، والعالم صارت كتير انه عم تنزل على سوق صيدا ليشوف سوق صيدا شو هو. هلا بتشوف العالم كلها اغلبيته غربيه من المناطق كلها، بطل ينزل على بيروت، بيجوا على صيدا بتوضعوا بتسوي، مهم كتير هذا. بريحونا نحن اول شغله السير، وقفوا لنا اياه ريحونا، صار الزبون بفوت بكزر مع اولاده ما بخاف عليهم. منظر حلو بس بدك يحافظوا عليه. بتقولي لهم سيارات ما تحطوا، طلعي طلع فرجين للكاميرا هون ممنوع سيارات ومسكر جنزير، بوطوا الجنزير وبفوتوا، لما بدك تعمليها يا صيدا اشتقنا بعد غياب شو الهوى للعاشي زهر الليمون عطر ملقايا وانا نزل يا ولا زهر الليمون عطر ملقايا يا هوى توسيع الطرقات وترصيف الشوارع الداخلية للسوق قد جمل المنظر العام وجعل من التسوق متعة دون زحمة السيارات، إضافة إلى ذلك افتتحت بعض المقاهي إلى جانب الرصيف لتستقبل المتسوقين اللي تعبوا بعد ساعات طويلة من الشوبينج. نحن أول الشارع بيجوا بيرتاحوا عنا، بينزلوا بيجيبوا اغراضهم وبيرجعوا، وعطت رونق للشارع حياتها. زباين عم تيجي في اقبال عنا يعني، وكتر خير الله وان شاء الله بيحسنوا للافضل كمان، يعني بيصير كلها كفيات هون بالشوارع مثل ببيروت. الواحد بيرتاح شوي بشوف شيء نظيف شيء حلو، عم نشرب بارد وقهوه. الرجال بيقعدوا بالكافيه والمدام تتسوق، ابدا مش حلوه. بتطمن علينا انه بتقول لي انه احنا قاعدين بالكافيه وهي عم تصرف المصاري. لا نحن مطالب بالغائها. كتر خير اللي بيشتغل لهالبلد، للبنان كله يعني مش بس لصيدا، لكل لبنان، بدنا حدا يشتغل لكل لبنان. السوق اللي شهد إهمال بالبنى التحتية لعقود مديدة قد درج اليوم بسلم أولويات فعاليات المدينة القيمين على سلسلة من الإنجازات والتحسينات ليشهد أهالي عاصمة الجنوب جانب إيجابي قد ينسيهم الجوانب السلبية بدائرة أوضاعهم المعيشية. صار عنا مكاب وهلأ عنا حديقة عامة، صح طولت القصة لصارت، بس بالنهاية يعني الإنسان اللي بيصبر بنول. كتير مفيد وكتير منيحة، بس مهم يتركوها منيحة، يعني أهل المنطقة يستفيدوا من هذا الشيء، ما يرجعوا ينزعوه، هيدا ما بتصير يعني. ايه بدنا الكهرباء والمي والنفايات كلها تنشال وتتنظف الطرقات. إن شاء الله هيك بيفيدونا بكل أشياء الليدي من الزبالة من جميع، يعني شو بدي أقول لك يا بنتي. إن شاء الله كل طرقات صيدا بتصير هيك، وإن شاء الله صيدا تصير كلها حلوة مثلك يا حلوة أنت. Yeah.
إذن هالمشروع يلي أتى بمبادرة من بلدية صيدا بالإضافة إلى جمعية تجار صيدا وبدعم من النائب بهية الحريري ورئيس فؤاد السبيورة. ونحن قبل ما نتابع مع تقاريرنا رح ناخذ اتصال مباشر من جورج كتاني امين عام الصليب الاحمر اللبناني لنحكي معه اكثر عن حالات الوفاه يلي عم تشهدها بعض المناطق بسبب الاحوال الطقسيه، وخاصه انه بالاخبار الاخيره نتج عن احوال الطقس وفاه سيده بالبقاع. صباح الخير استاذ جورج. صباح الخير، يعطيك العافيه. وانتم كمان كلكم بنحييكم فردا فردا، بنعرف قديش بتتحركوا بتصيروا مثل خليه نحل خاصه بهالاجواء اللي عم نعيشها هلا بالطقس. باخر الاخبار وفاه سيده بالبقاع بسبب الاختناق من جراء الغبار بالطقس، شو عم بيجيكم اتصالات؟ وعرفنا انه بالبقاع هي اكثر المناطق المتضرره والناس المتضرره هناك. سيدتي بالبقاع وخاصه البقاع الشمالي وبعكار. نعم. في فوق المية لتاريخ الساعة فوق المية وثلاثين حالة نقلوا من قبل الصليب الأحمر، غير الحالات اللي راحت بوسائل مدنية. نعم. بسياراتها وأكتريتها بالبقاع وبعكار نتيجة ضيق نفس واختناق، خاصة الحالات اللي عندهم ربو. في كنت سمعتك عم تقولي في كمان وفاة، في وفاة ريكاردياك، في توقف نفس، رجع توقف قلبي صار بالبقاع، نقل شخص على المستشفى. هلا ما معروف اذا من الطقس المستشفى بتقرر اكثر او مشكله عنده اياها خاصه هو. في حاله وحده لمدام توقف نفسها بس رجعت تعالجت بالمستشفى. هذا الموضوع. نعم. شو بتوجهوا للمواطنين يعني خاصه الاشخاص اللي بتعاني من الربو او من الحساسيه؟ سيدتي الأشخاص اللي عندهم ربو لازم يكونوا يقعدوا بالبيت، يسكروا شبابيك، في عندهم علاجات معينة بياخدوها وبيتابعوا ياخدوا توجيهات من الأطباء تبعهم. المهم ما يعملوا بانيك ويطلعوا لبرا، مضطرين يحطوا ماسك بيحطوا، في عندهم أدوية معينة وعلاجات معينة بياخدوها، هن بيعرفوا أكثر وبيتابعوا كل هالتفاصيل مع الطبيب المعالج تبعهم. نعم. يعني استاذ جورج انتم بتنصحوا انه لكل يلي بيقدروا يبقوا بالبيت الافضل انه يبقوا ببيوتهم، خاصه يلي بعانوا من حساسيه او ربو، صح؟ هن بيعرفوا حالهم وبياخذوا علاجات معينه بيقدروا يعني يامنوا وقايه لهم، هيدي النقطه الاساسيه اللي لازم يعملوها. طيب بس هذا الخطر على كل الناس ولا بس الاشخاص يلي بتعانوا؟ لا، في ناس بتضايق. هلا هو كل واحد بيتضايق بالغبره، كثير بحطوا ماسكات، ولو ما عندهم مشاكل، يعني لو عندهم يعني لو ما في مشكله ازماتيك او ربو. وفي ناس تعرف حالها هي حساسيه، عندها حساسيه معينه، هيدي اللي بتاثر عليها اكثر شيء. نعم. بس اكيد ما فيكي تتجولي برياحه وتتحركي، يعني انا كنت امبارح بالبقاع بالليل والوضع كان كثير سيء جدا، وخاصه مثل ما قلت لك كمان بعكار ما بقعد فيكي تقشعي حتى. نعم. هون اللي عندهم مشاكل حساسيه بيوقعوا فيها. نعم. في حديث انه العاصفه رح تشتد اكثر شيء مساء اليوم، شو التدابير اللي رح تاخذوها؟ لانه هي صح عم بتاثر على صحه المواطن، بس كمان انعدام الرؤيه ممكن يسبب حوادث سير خطره. 100% حوادث السير بتصير، لازم المواطن يتنبه ياخذ احتياطاته ويتبع القوانين السير وتوجيهاتكم والامن الداخلي، واهم شيء يامن على حياته وحياه عائلته وحياه غيره. وثاني نقطه اساسيه اللي منه مضطر، يعني مش مطلوب نوقف العمل، بس اليوم ناخذ احتياطات قد ما فينا وقايه تا ما نسبب باشكالات ومشاكل على الطرقات لنا ولغيرنا. نعم. استاذ جورج اي شيء اضافي بتحب تضيفه قبل ما نختم حديثنا؟ ما بعرف ملاحظات. لا، انا بدي اقول للمواطن بس بده ما لازم يصير في بانيك وخوف وهلع ونضيع، وهيدي بتاثر اكثر. اللي بيتعالج بيعرف شو العلاج تبعه، بيحمي حاله لانه هيدي عنده اياها مزمن الحساسيه. نعم. واللي ما عنده، واللي ما منا للفرجه، يعني بنروح وبنطلع وبنتمشى بالهواء وبنتمشى، يعني اصلا يعني المواطن العادي بده ينتلي غبره وبيتاثر بالنهايه، بده يتاثر. نعم. يحط ماسك اذا الطقس قوي كثير واضطر يطلع، هيدي امور وقايه بسيطه عاديه بيقدر ياخذها احتياطات المواطن تما تاثر عليه وعلى غيره. نعم.
أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، نحن منتشكرك ومنحيي جهودك أكيد وجهود كل عناصر الصليب الأحمر. شكرا لك وشكرا لوقتك. فاصل إعلاني ومنرجع من بعده منتابع حلقتنا. ضمن النشاطات الثقافية بالعاصمة بيروت كانت أمسية شعرية تكريمية للعميد الشاعر مجدي الحجار مع مشاركة موسيقية للفنان إلي نعمي والفنانة منى النعمي. تقرير عن هالأمسية من تبع سوا بهالمشاهد. أحوال البلد وظروفه بتتغير، ولكن الثقافة والفن وحب الحياة أمور بتبقى عند كل لبناني مؤمن إنه هالوطن هو بلد الحرف والكلمة، وبالكلمة واللحن والصوت أقامت أمسيات بيروت الثقافية أمسية شعرية تكريمية للعميد الشاعر مجدي الحجار مع مشاركة موسيقية للفنان إلي نعمي ومنال نعمي. الجميلات فوق رموش العيون، الجميلات فرط المساء، نجوم السماء على الماء، ندف الرياح على الساحل، ريش الصباح البليل. الخفيفات مثل الفراشات فوق الحقول، الثقيلات مثل ارتطام النهود على الرأس، مثل انكسار الحياة على الكأس فوق شفاه الكهول. الشعر من هو؟ الشعر قدر، وقدر جميل. يمكن تأخرت شوي لأنشر مجموعتين شعرية. نحن معنيين كل لحظة باللبنان نحافظ على هويتنا الحقيقية يلي هي هوية الفن والثقافة والإبداع. الثقافة شغلة ما لح توقف، والفن شغلة ما لح يوقف ولا مرة، وحنكفي هذا البلد، حيكفي بالنهاية، مر علينا كتير وأكثر من هيك بكتير وكفينا. إنه مزبوط، رغم كل هالأوضاع ما رح أقول لك مأساوية، هي أكثر من مأساوية، بس نحن عندنا فسحة هيدا الأمل من بعدنا، من وراء الكلمة يلي هي رح تكون من خلال الشعر اللي رح نسمعه، وأكيد من وراء اللحن يلي هو الجمال والفرح. بعد في مكان للفرح وللكلمة وللفن وعنا بلبنان، أنا بقول لك أكيد، وأكثر من حيلا مكان آخر بالعالم. وهي المدينة حتى لو فاحت فيها رائحة الزبالة والفساد وكل اللي ممكن يقولوه الناس يعني، ولكن هذا المكان بيشبه روح بيروت الحقيقية. بزوايا الحمراء هالمكان أصبح ملتقى لكل شاعر وفنان وموسيقي، وبهالمكان اجتمعت القصائد الوجدانية وقصائد الغزل مع نخبة من محبي الشعر والفن. بيطلع شوية الواحد من الواقع، بعيش شوية أحاسيس وشعر ولمسات، بيرجع هيك لأحساسه المرهف. أهم شغلة بوجودنا هون البعد عن الطائفية، لأنه أنت بتعرف أنه لبنان صار مشحون كتير، بس الثقافة بتوحدنا. كلمة هي السلاح الفتاك، وهي اللي بتوصل لقلوب الناس كلها أكيد، يلي بيعوا معنى الكلمة وبيفهموا معنى الكلام، وإن شاء الله أنه هذا البلد بيظل بإزدهار وبتقدم. حيرون أينتظروا والقلب بيض أشروا، ما القمر ما النشوة ما الصغر، إن عدت إلى قلبي هائمة في الأفق. منتابع حلقتنا وبصيرنا نرحب بضيفتنا لليوم غادة خنايزر، عضو بجمعية كروس ووك. أهلا أو كراستوك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. رح نحكي عن نشاط للسنة الرابعة عم ترجعوا تعيدوه، وهو نشاط سهرة، بس هالسهرة مختلفة لأنه بتاخد دايما الطابع الديني. رجعي حطينا بالأجواء، كيف عم تكون سهرات الماضية اللي أكيد عم تشجعكم ترجعوا تعملوا النسخة الرابعة؟ مزبوط. هو كراستوك هي جمعية تعليم مسيحي، نحن عنا تلاميذ من كل الأعمار،
الشبيبة بكروستوك أنا بيناتهم قلنا أنه نحن منحب نتسلى منحب ننبسط، ليش لا منلاقي بديل للي موجود غير محل؟ سو قلنا نحن رح نعمل نايت كلوب إيفنت. بلشناها هي كانت غريبة أول شيء يعني، بس شوي شوي مع الوقت عم بتصير أحلى وأحلى، وعن جد اللي عم بيروحوا عم بيشوفوا هالفرح الموجود هونيك. يعني عم نحكي نايت كلوب ايفنت بس عم بيكون ايفنت ديني. هو لاي اعمار بيتوجه؟ يعني ابتداء من اي عمر ممكن نتوجه نحن ونشارك بهالامسيات؟ ايه هلا تقلك شو عنه، هو نايت كلوب نايت كلوب، بس الفرق وهو الفرق الكبير يعني انه كل الاغاني هي اغاني دينيه روحيه، بس زيت الموسيقى يلي بتكون موجوده بالنايت كلوب يلي نفس البيت يعني، يعني بس يعني مغيرين الليركس كلمات الاغنيات، وهيدا اللي بيعمل فرق كله. يعني بيكون انه واحد عم بيتغذى روحيا بذات الوقت بيكون مبسوط بيكون عم بيتسلى. كيف تكون الاجواء؟ بترقصوا بتهيصوا؟ اكيد بنرقص، حتى هالسنه زدنا عليها للايفنت في الفرقه الموسيقيه تبع كروستوك اسمها كروس كوردز رح تدق كمان، سو كل مره عن مره عم نطورها للايفنت. طيب والناس؟ كثير عم ينبسطوا. ايه بس الناس مين؟ اي ناس؟ عنا العمر 15 وطلوع، بس اكيد يعني المشروب الكحول هو فوق ال 18 سنه. وكثير في مشروب كمان؟ اكيد اكيد. يعني هو نايت كلوب بس هي موجوده الفكره برات لبنان، بس هلا عم شوي شوي يعني يمكن بتجذب الشباب اكثر، ومش بس هون عم نحكي عن الشباب اللي هن اعضاء بكروستوك، هذا يمكن شباب وصبايا من برات كروستوك هن عم بيجوا يشاركوا بهالامسيات 100%. بتعرفي يعني حتى اللي عم بيسمع هالاغاني عم بيقول انه شو حلو، انه شو بيعطونا سلام، شو سو العالم شوي شوي كمان عم تعود على هالاغاني يلي من برات كروستوك. وين السهرة؟ وين بتصير؟ بنايت كمان؟ ايه بنايت كلوب اسمه تشيل اوت بمنطقة ديك المحدي. وهلا هونيك يعني بدك انه نايت كلوب عقصوله يعني مع كل شيء. ايه من الاكيد انه واحد تقنية عم نحكي كموسيقى صوت اضاءة كل شيء كل شيء. بتعرفي يعني الفكرة موجودة برات لبنان، واول شيء كانت كتير غريبة للبنان يعني. ما هينا نحكي يعني كيف اول شيء فكرة العالم كيف تفاعلوا معكم، كيف هلا سهرة عن سهرة عم يتزايد العدد؟ بتعرفي كروستوك هيك بلش من 20 سنة، وهي تنقول انه كيف الله دبرها انه العيد العشرين تبع كروستوك اللي هو عيد الصليب ب 14 ايلول كمان مع وقت ثرايف اللي هو رح يكون هيدا السبت. هو كل شيء بكروستوك الله دبره الله مشي حتى كروستوك كيف بلش. سو هيدا الايفنت بلشت هيك ببركه الله عم تكبر. عم نشوف الصور هون مع الدي جي مع الشباب والصبايا على الدانس فلور. بالاضافه لهالنشاطات غادة، كمان كروستوك معروفه انه بتقوموا مجموعه كبيره من النشاطات، يعني ان كانوا غدوات او عشوات لجمع التبرعات لاشخاص كثيره، او حتى حمله كمان مهمه قمتوا فيها وهي التبرع بالشعر لكل الاطفال يلي هن مرضى بالسرطان. بعدكم مكفيين فيها؟ مكفيين فيها ورح نعملها هلا عن قريب كمان. وكمان في شيء هلا بكروستوك بنعمله هو اسمه اوبن ارمز ام الايادي المفتوحه. هون احنا منساعد العالم المحتاجة، ان كان كتير منساعد لاجئين مندهن بمخيماتهم. سو كمان يعني هيدا من تعاليم كروستوك ساعدوهم بحياتهم اليومية يعني. مثلا في لاجئين نحنا منأمن لهم أجار بيتهم، منأمن لهم كمان أكل لكل الجمعة، بس اكيد هيدا كله نحن بنتكل على تبرعات. يعني نحن بنعمل هالاويرنس بالجمعيه وكثير صار في تجاوب، يعني انه حلو العطاء بعدين بصير بيعطي، يعني وقت واحد يعطي بصير الكل بده عدوى ايجابيه. ايه اكيد. خلينا قبل ما نختم غدا نرجع نذكر بموعد السهره، متى السهره وين؟ هو هيدا السبت ب 12 ايلول 12 شهر. بس اللي ما قدر هيدا السبت هو كل ثاني سبت من الشهر رح تكون رح تنعمل.
رح تعملوها شهريه؟ مزبوط. بس بنفس المكان؟ بنفس المكان، بتشيل اوت بديك المحده وسبت، يعني اخدين ليله سبت، يعني ليله سهر عاده يعني. اكيد. اهلا وسهلا فيكي غاده خنيزر، عضو بجمعيه كروستوك. نحن بنتمنى لكم التوفيق. وحلوه كثير فكرتكم، على امل انه كمان تعم كل المناطق اللبنانيه. نحن بحاجه لشويه سلام يعني. انا بشجع كل الشبيبه يشاركونا عن جد، يشوفوا هذا الفرح اللي بيكون موجود. نعم، اهلا وسهلا فيكي. نحن قبل ما نتوقف مع فاصل رح نرجع ناخد اتصال هالمرة من الدفاع المدني اللبناني، فإذا بعد ما جهز الاتصال انطرونا بعد البريك ليرجعوا يعطونا تفاصيل أكثر حول كيف لازم نتصرف بهالأجواء الغبرة اللي عم نعيش فيها. بريك ونرجع. نتابع حلقتنا لننتقل هلا الى ستيشن ارت جاليري لنتابع المعرض يلي تم افتتاحه للمخرج سيرج اوريان، وهو المعرض الفرد الاول لإله واللي حمل عنوان The Eyes Are The Window of the Soul. المعرض مستمر لغايه 13 ايلول وكل تفاصيله منتبعه بهالتقرير. خطوة أولى وجريئة بعالم الرسم، أراد المخرج اللبناني سيرج أوريان أنه يحقق حلم لطالما راوده بالماضي، والحلم كبر وتحول من رسم على الحيطان منذ الصغر إلى رسم على لوحات، وعرض ضمن معرضه الأول تحت عنوان Eyes are the window to the soul، فحمل اللوحات الـ 22 وزين جدران الستيشن آرت جاليري ضمن معرض رح يستمر لغاية 13 أيلول. في لوحات بتحسيها مثل بدها تسمع لك تشكي همك، في لوحات بتحسي انه هو عم بخبرك شيء بدك تسمعي له لإله هو، وتشوفي هو شو بده، يعني انه بتعيشي معه وبتعيش معك. العيون بتحسي فيهم حياة بكل رسماته، كل تعبير بالعيون فيهم حياة، وهذه شغلة مميزة. القدرة انه بلون واحد يلي هو الأسود على الأبيض قدر عطانا هالقد أحاسيس وهالقد تعبير بالوجه، كتير حلو. ايه، واحد بتطلع بعيونه بتعرفي إذا كانه بيفهم ولا ما بيفهم، من عيونه بتعرفي. أنا شغلتي كمخرج أنا بفتش على هودي الكاركترز، سو أي أوبزيرف بيبل، براقب عالم بتطلع بعيونهم، لأنه العيون مثل ما قلت لك بيفضحوا بيفرجوا إذا واحد عنده إذا واحد جينوين إذا لقى. سو هيدي شغلي كمخرج أنا ريليتد لشغلي كأرتست. بالأبيض والأسود جسد الفنان سيرج أوريان تجارب وذكريات ومواقف انطبعت بذكرته، ودون لحظات وجسد وجوه لأشخاص مروا بحياته وكانت عيونهم مصدر وحي لمعرضه الأول. هيدي بتجسد المرأة بحياتي أنا، كيف شوفها وكيف عندها هالشارم اللي بيأثر علي وهالشارم اللي بيسيطر علي بطريقة أنا بحبها. هاو بلاك اند وايت، يعني بس بتشوفه مزبوط النظره. فيري امبرسيف، تابلويات كثير كبار على الحديد محطوطين بدهم الواحد يحملهم لحتى ياخذهم. فيري نايس. نعم ظروفنا صعبه، بس ناس مثل سيرج بخلونا نقول انه لا، هذا الابداع لازم يستمر، وهذا البلد لازم يضل يفتح بوابه وعيونه على مشاهد مثل هيدي، على مشاهد ابداع وجمال وفن، وهيدا اشارات حياه، هيدي اشارات حياه نحن بحاجه لها. نحن متابعين حالتنا ورح نرجع ناخذ اتصال مره جديده مع السيد انطوان حايك المهندس الزراعي يلي امبارح اخذنا منه اتصال لكمان ناخذ تفاصيل اكثر عن يعني الوضع المزروعات بهالطقس وقديش ممكن ياثر سلبا على المحاصيل الزراعيه الموسميه. صباح الخير استاذ انطوان. صباح النور. يعني نحن كل يوم عم نتصل فيك لانه بتعرف بهالطقس يعني الوضع بيكون دقيق نوعا ما.
كوارث ورا بعضها. ان شاء الله ما يتاثر كثير، بس هالغبره هيدي اكيد هلا رح تجي على كل التمر، يعني هيدا الخوف انه رح تجي على كل الفواكه اللي بعدها على الشجر، على الخضره اللي بالارض بالسهول وبالجبال، يعني هيدي يعني رح تكون ما بعرف شو رح يكون ردة نتيجتها. لانه المفروض تتغسل هيدي، كيف بدها تتغسل اذا المزارعين بيقدروا يغسلوها ولا لا؟ وصعب كثير يعني التساحة على الشجرة، اذا اجت عليها هيدي الغبرة بتخلص هيدي الموجة، بدها ترجع تيجي الشمس كيف بدها تلطشها للتمرة، في خطر كبير هون. شو نتائجها يعني استاذ انطوان؟ شو نتائج هالعاصفة الرملية على الثمار؟ وبنعرف انه ما رح تقدر تتغسل الثمار من بعد هالعاصفة مثل ما لازم، شو بتصير النتائج؟ هلا اذا ما اجى شتي ناعم مش برد، مش قوي برد. نعم. اذا بده يجي ومتوقع عم بيقولوا بعد ما تخلص هيدي العاصفه الرمليه انه يصير في شتي. يعني بهالوقت اذا بده يجي شتي بيجي برد، البرد كارثه على الفاكهه والخضار. يعني لانه هيدا بينزع بفجم الحب وبينزعهم. بعدين كيف بدها تصير؟ اذا ما اجى شتي، اذا ما اجى الشمس بدها تيجي بدها تلطش التمر، يعني بدها تتشوه، بده يصير في تشويه بالثمره. وممكن كثير انه اكيد نوعيتها ما بترجع مثل نوعيه الحبه النظيفه. طيب واكثر نعم، والعاصفه نعم. اكثر شيء عم تضرب البقاع وعكار، وبنعرف هنيك المحاصيل الزراعيه، واكيد بكون تاثيرها اكثر على المزروعات من باقي المناطق، صح؟ لك هلا وصلت على كل لبنان. يعني اليوم بعتقد وصلت على الجنوب وكل المناطق بدها تعاني مثل بعضها. يعني مبدئيا يعني مفروض الله يلطف، بس في إلا ممكن كثير إلا تأثير كثير سلبي على نوعية الإنتاج. نعم. يعني ممكن تنزل النوعية من ممتازة لعادية أو أقل من عادية. هيدي أكيد يعني ما في اي اجراءات وقائيه، يعني ما بيقدر المزارع بهالحاله يعمل شيء للوقايه بالغسل. يعني اذا اجى كثير هالغبره بالمناطق اللي ضربتها بقوه صار على التمر، يعني بده يغسل، ما في عنده غير الغسيل. هلا يقدر يغسل او لا، اذا رجع رش مي بتنتزع حتى بتزيد الامراض او لا، هيدي لنشوف هلا قديش طول هالعصر. كيف يعني بتزيد الامراض؟ ايه هلا الرطوبة، يعني وقت بده يرجع يرش الشجرة يمكن يعني الجراثيم عم بزيد الرطوبة على التمر، رطوبة على التمر معناتها ممكن يجي أمراض جديدة. نعم. مثل الرمد، مثل الأمراض الفطرية الباقية. يعني رح تنقوا أقل الضرر، بس إنه الضرر موجود. حسب هلا طول هالعاصفة هي قديش إذا مرقت بسرعة، إذا مرقت بسرعة وكان الترسبات تبع هالرمل على التمر قليل اكيد الضرر اقل، بس اذا طولت واجت هالترسبات صارت بشكل كثير كبير على التمر اكيد هون الضرر رح بيكون كبير. هلا نحن امام الطبيعه، يعني قد ما ناخذ اجراءات يمكن بنعجز ناخذ اجراءات حمايه كامله. والمشكله الكبيره يلي كمان انت نقطه طرحتها امبارح هي انه غياب التعويض عن المزارعين عن الخسائر يلي رح بتصيب المزارعين. ما هيدي المشكله الكبيره، لانه هلا كوارث موجوده كل سنه، ما في سنه قطعت بدون كوارث على القطاع الزراعي. نعم. طبيعيه. هيدي معروفه. هلا كان المفروض كان يصير اليه للتعويض بشكل علمي وتحديد واقعي للأضرار، هاي ما بتصير غير بمؤسسة بتقدر يتحدد مزبوط عن كل مزارع بكل مزرعة نسبة الأمراض. مثل ما قلت لك امبارح، هذا مشروع اقتراح القانون كان ماشي بطريقة جيدة جدا. بال 2005 قطع لجنة الإدارة والعدل، ومن وقتها عم نحاول كتير نرجع نقومه من الموت ويرجع يروح على اللجان المشتركة ليتناقش ويطلع وينبت هذا القانون. للاسف الطبقه السياسيه، يعني بدنا نرجع نقول لي اخر هم عند المواطن او القطاع الزراعي او تعويض المزارعين او كرامتهم، ما اخر هم عندهم، ما فرقاني معهم اذا اقر او لا. نعم. نحن امام هالشيء صار عندنا كارثه مضاعفه، انه عم يتضرر المزارع ومش عم نقدر نعوض عليه. نعم. يعني هلا ما بيجوز، يعني هلا بحال الضرر ما في تعويض لا من لا شو بنضحك على حالنا، لا في تعويض اساسا. لا تجتمع الحكومه اذا بدها تاخذ قرار مثلا بالتعويض، وهذا شيء مش موجود. يعني هلا الكارثه الاكبر، يعني هلا خلينا ما دام فتحنا الموضوع الزراعي، عندنا موضوع القمح. القمح
بايار انحصد بعكار وباخر حزيران انحصد بالبقاع. هيدا كان لازم اول الحصاد تستلمه الدوله لانه هيدا بصير بتسلم للدوله بعده مكدس لحديث هلا ما اتخذ قرار بمجلس الوزراء لاستلامه. نحن رح هيدا بايلول وهيدا كثير بصير بالقمح هلا هلا بصير يسويس يعني في مزارعين كثير حاطينه بعد بمطارح مش معتقدين انه رح يتاخر هالقد. ما في له تصريف استاذ انطوان غير الدوله؟ هلا الدوله بتاخده باسعار تشجيعيه مشان هيك المزارع بسلم الدوله بيتكل على الدوله. ولو عارفين مثلا المزارعين انه من الاساس ما رح تستلم اكيد كانوا بيعوه بوقتها ما تكلفوا هلا مصاريف اضافيه ليخلوه بالمستودعات ويهتموا فيه. بس هلا ببلش يسويس ببلش يعفن اذا ما كان مهوى مزبوط بصير في مشاكل كثير. وبعدين هودي المزارعين يعني اللي بيزرعوا من هود جماعه فقراء يعني بينطروا 3 4 ملايين ليره كل السنه بيكونوا زرعوا ليقبضون ليسكروا ديوناتهم على اخر الصيفيه على فوته المدارس. نعم هيدي من الكوارث الاضافيه اللي اكلينا المزارعين. معاناه المزارعين هي كبيره بلبنان. نحن بكل الاحوال بنتشكرك على وقتك المهندس الزراعي انطوان حايك اكيد وبنحيي كل المزارعين بنشد على ايدهم وان شاء الله يعني الموسم ما يتضرر بصوره تامه. نحن من استاذ انطوان ننتقل الى اتصال اخر هالمره من الدفاع المدني مع استاذ جورج ابي خطار. صباح الخير. الو صباح الخير استاذ جورج. عفوا طلب الرقم غلط. لا عفوا مش عم نحكي مع الدفاع المدني يمكن ما بعرف انطلب الرقم غلط. نحن رح نرجع ننطر الاتصال انه يجهز. رح نكفي مع تقريرنا ورح نضلنا كمان بستيشن بيروت وكافة النشاطات يلي عم تشهدها بيروت عم بتكون حاضرة يوميا بتقريرنا. لكن رح ننتقل مرة جديدة الى ستيشن بيروت ونشوف نشاط نظمته جمعية سكون ضم امسية موسيقية مع فرق كتيرة مثل صوفيا بي لوبستاش وغيرون. التفاصيل بهالتقرير. Take it out on me, take it out on me. I'll wait till you're ready. Kiss me like a hurricane. Kiss me like a hurricane. بالموسيقى الفن الألوان تصاميم الأشكال والجمال كافحوا الإدمان ومشاكله. هن جمعية سكون اللي تأسست من بعض السنوات بمبادرة من سارة تراد واللي عم يتمكنوا من مكافحة جميع أنواع الإدمان عبر تقديم العلاج من دون حاجة للمريض إنه ينام بالمركز. فقدموا هالمرة حفل موسيقي راح ريعوا للجمعية لكل من صوفيا بي، طنجرة الضغط ولوبستاش، بالإضافة لمعرض فني للجرافيك والفيجوال أرتست بشارة بارودي وذلك للمضي قدما بمساعدتهم للمجتمع المدني. يعني نحن من سنتين فتحنا سنتر جديد، نحن كان في عنا سنتر واحد من سنتين فتحنا سنتر جديد، حاليا عم نعالج فوق ال 400 شخص فري أوف تشارج عنا بالسنتر. أكيد في إقبال أكثر، العالم عم تجي أكثر على العلاج، عم ننتشر أكثر كمان بالتوعية بالمدارس وبالجامعات. I live in between Lebanon and Chile, so South America and Lebanon have been a big influence for me. I feel like Lebanon is a super inspiring country. And in Lebanon like you get like this beautiful light that makes you like feel more like I don't know. There's something about Lebanon that makes you feel very inspired. An addiction is a disease in itself. So raising awareness about diseases is always a good thing, so I'm really honored, especially because my dad is Lebanese and I recorded my album here with Raed El Kazin. Basically, نحن مع لوبستاش كتير مبسوطين إن قدم performance ليلة مع سكون اللي هي جمعية بتهتم بكل شيء في إدمان بتحارب الإدمان وهي جمعية كتير بتعقد يعني الجماعة كلهم منيح وبفتكر في فكرة مهمة ومسج مهمة مشان الشباب انه ينتبهوا على حالهم على صحتهم. صرنا ختياريه وصرنا نحس الفرق. اكيد صوفيا بعرفها من قبل وطنجره الضغط بس الثالثين ما بعرفهم. انا بحب الفرق. I'm really big fan of لوبستاش وطنجره الضغط فبس اعرف انه حيلعبوا دغري جيد. Could you have known I was untamable as well?
ارتكز أسلوبه على التقاط التفاصيل والرسم التصميمي، فقدم شارة بارودي مجموعة كبيرة من لوحاته لمزج من خلاله الحضارة اللاتينية باللبنانية، كما تنوعت الأساليب الموسيقية اللي قدموها الفرق اللبنانية واللي تراوحت ما بين الفولك، البلوز، الروك اللبناني والالترناتيف ميوزك بأمسية موسيقية متنوعة بستيشن بيروت بمنطقة سن الفيل، واللي كان عنوانها مكافحة الإدمان بالفن والموسيقى. المعرض هيك له علاقة أكتر بالجمعية، يعني تحسي من الألوان وهيك بتفرح ما بتزعل الناس. To be honest, أنا أصلاً هون بس لأن سمعت إنه سكون عاملين events and I wanted to support them because like they do عم يعملوا كل الشغل for free, عم يساعدوا الشباب. شوي شوي نعمم فكرة ال non drugs وليك السهرات تكون حلوة وهيلثي. الكحول alright. أنا كتير مع سكون لأنه لازم هالبلد بدها كتير سكون. بس كمان انا مع هيلدا صوفيا بعتقد انه اتس ا جريت ايديا وكثير حبيت المعرض. انا حبيت النيو ارتست كونسرت فظيع. اتس ا هيفن فور ارتست. كل الناس يتجمعوا يشربوا تو ليسن تو جود ميوزك. اتس ا جود ايديا. رح نرجع نجدد اتصالنا مع الدفاع المدني، مدير عمليات الدفاع المدني اللبناني جورج ابو موسى. مرحبا. مرحبا. صباح الخير، يعطيكم العافيه. اهلا. بنعرف انه بحركه دائمه خاصه بهالتأسية اللي عم بيشكل اضرار كثيره ان كان على القطاع الزراعي او على المواطنين. اتصالنا مع الصليب الاحمر كمان حطنا باجواء التحرك اللي عم بيقوموا فيه عناصر الصليب الاحمر، وانتم كدفاع مدني بنعرف انه مساء اليوم رح تشتد العاصفه اكثر وتاثيرها عم بيكون كثير كبير على المواطنين وعلى الاطفال خاصه وكمان على الناس الكبار بالعمر. وين اكثر الاتصالات عم تتلقوها وشو عم بتكون الحالات؟ مبدئيا عم يجينا اكثر شيء اتصالات من البقاع الشمالي ومن يعني من المنطقه الشرقيه، يعني من ساحل البقاع وعكر. نعم. بهيدا الطقس يعني كمان نسبه الحرائق هي رح بتكون على تزايد كبير، شو الاجراءات اللي رح تاخذوها خاصه انه يمكن انعدام الرؤيه بدوره رح بيسبب يمكن الطوافات ما رح تقدر تطفي الحرائق؟ صحيح، هذا عنصر رح نفتقده نحن بالحرايق، مثلا عنصر مساعد. هذا الطوافات ما بتقدر تطير بهذا الطقس، بس متوقعين نحن كثير حرايق هود اليومين، مشان هيك بندعي المواطنين انه يكونوا على حذر. نعم. ما يولعوا نار او يسببوا بحريق بيمتد للاحراش. ما يولعوا النفايات، صح. صحيح. استاذ جورج، بالبقاع وبعكار هن المنطقتين الاكثر شيء متضررين من جراء هيدي العاصفه، وبنعرف انه هنيك المشاريع الانمائيه يمكن شوي قليله اذا مش معدومه ببعض المناطق، كيف عم تقدروا تغطوا هالعجز يلي عم بتعيشه المنطقتين؟ هلا بالمبدا نحن من خلال المراكز المنتشره من مراكز الدفاع المدني المنتشره بالمناطق عم نلبي اي نداء بيجي لعنا. يعني حيالله مواطن بيطلب ال 125 عنده حالي ان كان ناجي عن هلا عن ضيق التنفس او غيره. نحن مستعدين نلبي النداء هلا بالامكانيات المتوفره بالمناطق وحسب الحاجه. يعني شو بتطلبوا من المواطنين بهيك حالات؟ هلا فينا نطلب من المواطنين بهذه الحالات انه مثلا الكبار بالسن او اللي بيعانوا من امراض صدريه، ربو وغيره، والاطفال ما يعني ما يفتحوا شبابيك كثير، مع انه في شوب هلا اكيد يعني، بس قد ما فيهم يتحاشوا التعرض مثلا ما يكونوا برا بهذا التأس، قد ما فيهم يقعدوا بمناطق لاطيه مثل ما بيقولوا. نعم. هلا صحيح الحراره مرتفعه، بس ما بعتقد اذا فتحوا الشبابيك رح يقدروا يحلوا الموضوع، لانه الحراره بالخارج عم بتكون مرتفعه اكثر من الداخل، يعني الداخل بضل ابرد. داخل صحيح. واللي يعني في شيء مثلا هيدا علاج بسيط كثير، انه يحط رقعه مي قد ما في من وقت لوقت على تمه ومناخيره يقدر يتنفس منها، بيتنفس هواء نقي منها. نعم. ويمكن كمان هيدا بالنسبه للمواطنين يلي عندهم امراض، بس كمان بتتوجهوا بنداء للمواطنين انه ما يولعوا النفايات خاصه بهاليومين. يعني نحن مشكله المشاكل عندنا بالاضافه لمهماتنا الكثيره واللي بتنعد بالميات كل يوم، اجتنا مصيبه جديده اللي هي حريق النفايات.
ما فينا ما نتدخل، يعني بمعنى انه اذا كان عم كمان بالاضافه لهذا الطقس حريق نفايات عم بيسبب تلوث ودخان وروائح، يعني بنزيد المصيبه مصيبه. نعم. وعم بيمتد بمحلات معينه عم تكون مكبات قريبه للاحراج، عم نخسر ثروه حرجيه ما بتتقدر بثمن كرمال انه نحن نولع حرش، نولع عم كب بحد الحرش. نعم. استاذ هذا الشيء، هذا الشيء ما بيرجع للدفاع المدني، احنا وجباتنا وجباتنا التدخل بعد حصول الحادثه، نحن وجباتنا نوعي الناس او نعمل وقايه قبل، بس بالنتيجه نحن عنصر بيجي من بعد وعلى الحدث. نعرف انه الصليب الاحمر كمان عم بيقوم بمهامه على اكمل وجه، بس قديش عم بيكون في تنسيق بينكم وبين الصليب الاحمر اللبناني اذا في حال مثلا ما قدروا يلبوا اتصال معين او نداء معين؟ هلا بالمبدا نحن والصليب الاحمر يعني نشتغل على على ناحيه وحده اللي هي الناحيه الانسانيه ومساعده المواطنين. نعم. ما في مشكله مثلا والصليب الاحمر، يعني نحن انا بعتبر انه نحن جهازين بنتمم بعضنا بهذا الموضوع. نعم. يعني الهدف الاساسي هو خدمه المواطن و نخفف المخاطر عن المواطنين بلبنان. نعم استاذ، كمان قبل ما نختم نعرف انه بهيك حاله الاطفال خاصه الاطفال الخلقانين جديد بيكون تاثير الغبار عليهم يمكن مضاعف اكثر من الناس البالغين، اي اجراءات معينه او ما بعرف نصائح بتوجهوها للناس بخصوص هالاطفال؟ قد ما فينا نسكر الشبابيك اذا في طفل صغير وخلقان جديد، ما نفتح الابواب والشبابيك، نستعمل يمكن او مكيف او مروحه على الكهرباء نقدر حتى كمان ما ناذيه من خلال الشوب. نعم. يعني عندك هون بتصير الشغلة إلى وجهين واثنيناتهم بشعين رح يكونوا، بلا نختار انه الحل الأهون بهذا الموضوع. نعم. طيب هل المستشفيات بالبقاع مأمنة؟ يعني مأمنة ومجهزة بشكل انه تستقبل حالات الاختناق اللي عم بتصير جراء بالمبدأ حالات الاختناق منها حالات مستعصية، يعني بتنحل القصة أبو ساعة ساعتين بالمستشفى، ما بدها يعني ما بدها علاج كبير. نعم. أو معدات حديثة أو نعم إن شاء الله. جورج أبو موسى مدير العمليات بالدفاع المدني اللبناني، تحية لك ولكل عناصر الدفاع المدني اللبناني، ونحن من خلال اتصالاتنا اليوم يمكن ضوينا على أهم التدابير يلي لازم يتخذوها المواطنين ليحموا حالهم من تداعيات هالطقس يلي عم بيشهده لبنان. قبل ما نختم بس خلينا نرجع نذكر إنه الدفاع المدني فيكم تتصلوا فيه على 125 وصليب الأحمر على 140، وإن شاء الله ما بتعوزوا الرقمين. نحن بنعطيكم بكرة موعد بحلقة جديدة، انطرونا. باي.